بدأت وزارة الصحة استخدام 3 روبوتات طبية في أجنحة العزل الطبي بالمستشفيات والمراكز المخصصة للعزل، إذ انطلقت تجربتها في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي للعزل. ويمكن استخدام الروبوت الأول في نقل الأدوية والطعام، ويمكنه من خلال كاميرا حرارية أن يرسل صورة مع درجة الحرارة لمركز التحكم، بينما يقوم الروبوت الثاني بتعقيم غرف العزل ومرافق المركز الطبي. أما الروبوت الثالث فيستخدم لنقل المستلزمات الطبية، ويتميز بسهولة الحركة وحمل أوزان ثقيلة. وفي هذا الشأن كشفت فاطمة عبد الواحد الأحمد الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة رئيس مشروع استخدام الروبوت في الخدمات الصحية، كشفت أن القطاع الصحي بمملكة البحرين يشهد طفرة جديدة مع بدء استخدام روبوتات طبية في مواقع العزل والعلاج من فيروس كورونا، وأن هذه التجربة ونتائجها ستحدث نقلة نوعية وتغييرا جذريا في أساليب وتقنيات التشخيص والعلاج في المملكة. وأوضحت الأحمد أنه تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للحد من التعرض المباشر بين الحالات القائمة ومقدمي الرعاية الصحية، حفاظا على صحة وسلامة مقدمي الرعاية الصحية في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وأكدت سعي المعنيين في الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ووزارة الصحة لإيجاد حلول تقنية متقدمة. تطور تكنولوجي وتقنية حديثة تواجدت في مركز إبراهيم خليل كانو للعزل الصحي بهدف تخفيف العبء على الطاقم الطبي. يستمر العمل على قدم وساق للتخلص من كوفيد-19. طبعا احنا هنا في منطقة عزل والتعامل مع مرضى معظمهم بوزيتيف بيشنت، الوصول لهم لازم يكون بحذر، فاستخدام الروبوت راح يخفف نقل العدوى بين الستاف الموجودين بنسبة كبيرة جدا، وراح يكون سيف في التنقل. طبعا الروبوت يتميز انه ممكن يتكلم من خلاله، حتى من اللي هو احنا نسميه الكنترول بانل، من مكان التحكم الدكتور او حتى الممرض يتكلم مع المريض وهو في غرفة المرضى، يعني مو ضروري يكون دايركت كونتاكت. في نفس الوقت ممكن نقيس حرارته، ممكن نقيس يعني يكون في ثيرمال بودي تمبريتشر، بحيث انه ممكن يشخص الحاله الدكتور. احنا ممكن نوصل الادويه الى المرضى عن طريق هاي الروبوت، وفي فانكشناليتي ثانيه مثل ممكن تعقيم المنطقه اللي هو فيها. في هاي الفتره يعني في تطور كبير جدا، يعني اللي هو صار عندنا التشخيص عن بعد، الاتصال بالمرضى، توصيل الادويه مثلا الى المنازل. حاليا احنا يبنى الروبوتات، يعني هاي ذا توب اوف ذا تكنولوجي الحين احنا قاعدين نستخدمه. ردود فعل ايجابيه من قبل الطاقم الطبي والمرضى خلال التعامل مع الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم اكثر من خدمه ومساعده للطاقم الطبي من خلال توزيع العمل. اهم شيء هو يقلل من الاحتكاك بين اللي هو الطاقم الطبي والتمريضي مع اللي هو مع المرضى اللي هو يكونون الكوفيد-19 اللي هو البوزيتيف. والجزء الثاني ممكن انه يشيل اعباء اكثر عن الطاقم التمريضي من ناحيه كميه انجاز العمل اللي ممكن ينجز في الوقت اللي مطلوب منهم. الحمد لله يعني تشوف احنا طبعا احنا الدول السباقه في اشياء كثيره، ومثل هذا اللي تشوفون الريبورت، طبعا احنا هذا يمكن على مستوى الخليج العربي احنا يمكن اول دوله تدخل هذا الروبوت في الاستخدام حق المرضى، فهذا شيء جيد جدا. وطبعا تشوف البحرين الحمد لله لو شفنا طريقة التعامل مع اللي هو جائحة فيروس كورونا، بتشوف ان البحرين احنا يمكن نكون في الدول المتقدمة في هذه الأشياء من ناحية الإجراءات الاحترازية والاستباقية في التعامل مع المرض. خطط كبيرة واستحداث وتوسعة للأرضية التكنولوجية في مراكز العزل في المملكة بهدف تقديم أعلى درجات الرعاية للمرضى والعاملين ضمن الكادر الطبي لحفظ سلامة الطرفين. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.